وعدم انتقاله الى النادي الاهلي كان سببه طبعا تدخل بعض الوكلاء وامور خاصه طبعا، هو اكيد حضرتك تابعتها من خلال تصريحاته. رايك وايه اللي حصل يعني في الموضوع ده بالذات يعني؟ والله موضوع كبير على كل حال، و فيه يعني كثير من الناس اللي يعني كانوا مسؤولين في القضية هذه في النادي وكذا واللاعبين كذلك. أظن أن قندوسي يعني الكلام هذا ما جابوش من يعني من كما نقولوا احنا من عنده، هو سمعه وأظن تكلم هو مع اللاعب مع بلعيد في السابق، وعنده على حسب وش يعني يقول الخندوسي عنده بيان يعني برهان بما يخص يعني السؤال المطروح، هل زين الدين بلعيد ما مضاش في الأهلي بسبب الوكلاء؟ أظن أنا بأنه الأهلي لم يفرض وكلاء يعني بطريقة مباشرة كما قلتها في السابق، الوكلاء كانوا هناك يعني كانوا في النادي كم يشتغلوا وكيل مع كم وكيل تقريبا كان يعني اتكلموا مع زين في الوقت ده؟ حضرتك كنت وكيله برضه في نفس الوقت ها؟ نعم أنا كنت وكيله، ويعني رسميا ما زلني وكيله، ولكن هو اختار أن يمشي مع الوكيل اللي يعني كان راح ياخذه للأهلي. المهم أن نتكلم على الماضي يعني ماذا وقع. أنا اتصلت بأمير توفيق بمسج على الواتساب ولكن لم يرد علي، وبعد هذا اتصل بي الوكيل الجزائري قال لي أنت اتصلت بأمير توفيق، قال لي ما زلت تتصل به، قال لي أنا أتصل بالأهلي. أوكي؟ تمام. قلت له الله يبارك، قلت له ماشي مشكلة. ومن بعد عرفت بأنه كانوا فيه زوج وكلاء جزائريين وزوج وكلاء مصريين، يعني صفقة فيها أربع وكلاء. الاثنين دول يعني على اتصال بالوكلاء المصريين موجودين هنا. يعني نعم. الوكلاء الجزائريين كانوا يعني يمشيوا عند اللاعب ويعملوا مكالمات ويعني عملوا جهد كبير لمدة 3 شهور، وبعد هذا يعني الأمور يعني ما نجحتش مع النهاية لأسباب عديدة، والأب كان يعني هو في وضعية كما نقولوا المناسبة باش يعطي أسباب الفشل، لأنه هو بعد اللي كان يتفاوض مع النادي عن طريق الوكلاء الجزائريين. أنا أظن النادي كالأهلي عنده حق يعني يشغل وكلاء لمثله في المفاوضات، هذا شيء عادي عندنا في أوروبا، واللاعب عنده وكيل، ولكن النادي كي يعرف أن اللاعب عنده وكيل يتصل بالوكيل، ما يتصلش بالأب أو بالأم أو باللاعب، خاصة إذا اللاعب كان عنده يعني عنده عقد مع ناديه وفي الموسم الكروي ما عندكش حق تتكلم مع أي نادي، لأنه هذا يعني كما نقولوا ما احترمتش النادي اللي تلعب فيه، فهمتني؟ المهم يعني هذا الممارسه لازم كما نقولوا احنا تنتهي في كرة القدم. النادي يتصل مباشرة بالوكيل، ما يتصلش باللاعب او باهل اللاعب، لانه الوكيل هو المختص اختصاصي في الممارسة هذه. نعم في الترانسفير في التحول يعني تسويق تحول اللاعبين. طيب كنت حضرتك كنت ذكرت ان في مشكله حصلت هي اللي بقى ادت او اسباب يعني ادت الى ان زين الدين يتحول من الانتقال الى النادي الاهلي اللي احد الانديه في الدوري البلجيكي. ايه هي الاسباب وهل يعني اللي ذكرها احمد قندوسي كانت احد الاسباب؟ لا 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 انا لا اظن ان قندوسي
كان يعني السبب لقرار بلعيد. لا، بلعيد يعني اختار أوروبا لأنه حب يلعب في أوروبا، تمام، وما كانش يعني عنده تفكير في الأموال، في الفلوس كما قولوا. هو حب يلعب في أوروبا لأسباب عديدة، وأنا كذلك نصحته يعني باش مستواه يتطور لازم يلعب في أوروبا. يعني هذا شيء معقول، يعني كل لاعب من أفريقيا أو يعني خارج أوروبا يحب يلعب في أوروبا لأنه المستوى عالي عالي كتير. طيب أستاذ علي، خليني أسألك سؤال. حضرتك قلت لي إن الموضوع أخذ 3 شهور مع زين الدين بلعيد في عملية التفاوض، وجزء منه كان مع حضرتك، يعني ما بعد كده قعد 3 شهور كمان مع لوكا اللي حضرتك بتتكلم عليهم الجزائريين. لو كان الموضوع خلص سريعا بعملية مثلا تفاوض، خلصت سريعا وعملية زي ما نقول كده الاتفاقات خلصت، كان ممكن ينتقل او زين الدين بالعيد الى النادي الاهلي، لان العقد بتاع اوروبا او العقد النادي البلجيكي جه متاخر، صح ولا انا غلطان في التفاصيل؟ شكرا على السؤال هذا، لانه هذا سؤال كما نقوله مهم جدا. انا والله استغربت نادي كما الاهلي ياخذ مده طويله ما يحضر اي يعني اي عرض رسمي، 3 شهور ولا 4 شهور هي الا مكالمات هاتفيه وزوم ومسجات على الواتساب. لا، هذا غير صحيح. انا تكلمت البارح مع الاهلي وقلت يعني سبب مكالمتي، مش ما عندي مشكل مع اي انسان، لانه ما كنتش داخل في المفاوضات مع الاهلي او نادي اخر بما يخص بالعيد الا في بلجيكا. وانا يعني صراحه قلت له احنا من يعني شغلي انا مهمة يعني تاعي كوكيل، اذا قدرت نصحح ونساعد يعني كره القدم باش ننحي المشاكل هذه نعملها. واحده من يعني المشاكل ولا نقولوا العراقيل اللي وقعت في القضيه هذه، يعني السؤال اللي اطرحه كيف نادي كما الاهلي ياخذ 3 شهور 4 شهور ما يقدمش اي حاجه رسميه الا حتى للنادي، يعني للنادي اللاعب، علاش ننتظروا حتى الجولاي حتى بعد نهايه السنه يعني الدوري الجزائري؟ هذا اعطانا فرصه، انا بالنسبه لي اعطاني فرصه حتى حصلت على الاوفر من بلجيكا. تمام، مفهوم. طيب حضرتك يعني هل فعلا احد المسؤولين او الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي طلب من حضرتك الدخول في زوم وبالتالي لتوضيح الامور او يعني توضيح التحقيقات اللي موجوده داخل النادي مع القندوسي وتفاصيلها الحقيقه؟ والله ما كانت في زوم، كانت مكالمه تكلم معك الان. وما كانت طويله، حوالي 5 دقائق. حكيت له نفس الشيء وقلت له يعني انا هنا باش نصحح الغلطات اللي وقعت. ما لازمش توقع يعني اشياء بسيطه والله، كانك تمشي للسوبر ماركت يعني تشتري شيء وتدفع ثمن. وللاسف الشديد اليوم في كره القدم فيها مشاكل كثيره في التسويق وفي يعني كل ما يخص من يمثل اللاعبين، من يمثل النادي، في حتى يعني تدخل بعض الصحفيين اللي يحبوا يعني يكونوا وكلاء في نفس الوقت، وهذا غلط. لازم حتى الصحفيين يدخلوش نفسهم في التفاوضات والعلاقات مع اللاعبين. صح، ليه تكلم مع لاعبين تعمل شغلك، ولكن صحيح شفت كثير يعني مشاكل موجوده. سامحني اقول لك لا، موجوده للاسف. بشكرك استاذ علي على طبعا توضيحك للامور الخاصه بالقضيه اللي طبعا كانت موجوده ومطروحه في الفتره اللي فاتت خاصه بالقندوسي وعدم انضمام الحقيقه زين الدين بالعيد الى النادي الاهلي واسبابها الحقيقه، وبالتالي كان في استفسار من كابتن محمد رمضان مدير رياضي بخصوص الكلام اللي تم او قيل عن لسان القندوسي بعدم
انتقال زين الدين بالعيد واسبابه الى النادي الاهلي من خلال طبعا التصريحات اللي قالها، وبالتالي يعني كان برضو من ضمن التحقيقات ان هو يتكلم علي كرماني. بشكره شكرا جزيلا. اسمحوا لي اطلع فاصل وارجع للكابتن محمود ابو الدهب بعد الفاصل نكمل كلامنا عن الامور الخاصه بقى بالقندوسي ويمكن